أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ الله تعالى يجيب: لقد استكبروا في أنفسهم، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لكن الشاهد عندي في جملة: الذين لا يرجون لقاء. في الآية الله تعالى يقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. إذن ماذا كانوا يرجون إذا لم نكن نرجو لقاء الله تعالى؟ فما الذي نرجوه؟ لكل إنسان في الدنيا رجاء، ولكل عمل دافع، ولكل فعل سبب. فما رجاؤهم؟ الله تعالى قال في الآية الأخرى في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. ففهمنا من الآية الثانية مزيد من الشرح للآية دي، ففهمنا أنهم لما أعرضوا عن الرجاء في الله كان لهم رجاء في الدنيا. هنا نفهم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فبعض الناس يقول: هل الرغبة في الدنيا تجعل مصير الإنسان جهنم والعياذ بالله؟ فنقول: لا، مش دي الفكرة. ما الذي وراء الرغبة في الدنيا؟ هل أنت ترجو الدنيا وحدها وتعزف عن رجاء الله تبارك وتعالى، أم أن الدنيا والآخرة هدف يكمل بعضهما بعضا، فيأتي الاعتقاد في الآخرة لمزيد إعمار الدنيا، ويأتي إعمار الدنيا لبلوغ الغاية في الآخرة؟ فالاثنين كملوا بعض. ومن ثم نرى رب العزة سبحانه وتعالى حين يقول واصفا عبادا من عباده الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء على الخط المستقيم يجمعون بين حظوظ الدنيا التي جعلها الله تعالى غرائز وفطر، وبين حظ الآخرة الذي جعله الله تبارك وتعالى غاية وأملا عند كل مسلم. قال: الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هنا الله تعالى يقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. ما هي يعني الطلبات التعجيزية التي تحصل من الرسول، التي تحصل من المشركين للرسول؟ بيطلبوا منه طلبات تعجيزية: لولا أنزل علينا الملائكة. ما الذي استمعوا إليه؟ استمعوا إلى هواهم، لكن من وراء هذا الهوى شيطان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. ففهمت من هذا الأمر أن العزوف عن رجاء الله تعالى وراءه رغبة في الدنيا وإنصات إلى صاحب السوء. نقول تاني: يبقى اللي بيعزف عن الله عز وجل قلبه متعلق بهذه الحياة، يريد أن يجمع فيها أكثر ما يستطيع، وفي نفس الوقت رامي ودنه لصاحب السوء، يقول له: ممكن نسرق دي ونخطف دي وناخد دي ونزور هنا ونعمل كذا. فسمع له الله تبارك وتعالى يحدث في قوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففهمت إن الاستماع إلى صاحب السوء والعزوف عن الآخرة والرغبة في لقاء الله تعالى والتعلق بالدنيا أكثر مما تستحق، من وراء ذلك كله هجر هذا الكتاب. وطالما كان المسلمون يتعلقون بكتاب الله تبارك وتعالى ويعتبرونه مصدرا لمعارفهم وطمأنة لنفوسهم ومزيدا من الفهم لعقولهم، كانوا على الجادة، كانوا مستقيمين. لما تركوا الكتاب وأغلقوه انصرفت أذهانهم إلى ما ليس في الكتاب. ما الذي ليس في الكتاب؟ تعلقات الدنيا وشهواتها ونزواتها. فتجد هذه الأخطاء الكبيرة في حياة الأفراد أو في حياة المجتمعات. يعني لعل هذه مقدمة بين يدي الجزء اليوم، فإذا أقبلنا على جزء اليوم نقرأه بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، فليكن الإقبال برغبة في الله،
وعزوف عن الدنيا كمتعلقات قلب، وبحثا عن أصحاب الحسن والخير والفضل والبر الذين يعينون على مزيد من القرب من رب العزة سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم سلامة الدارين وحفظ عافيتي الأبدان والدين، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ أعيننا عما حرم، وأن يحفظ قلوبنا وأبداننا عما لا يرضى. اللهم آمين يا رب العالمين. سلم الله لكم يومكم، وبارك الله تعالى فيكم، ورضي عنكم، وأثابكم خيرا وجزاكم خيرا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا اليوم الكريم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه برحمة منه. اللهم آمين، وسلام الله عليكم.